اولا وقبل كل شيء معكم عبور بشعيب، فاعل جمعوي وناشط حقوقي من ابناء ضرب السلطان منشأ وزيادا ورجاوي حتى النخاع. كنتمناو الفريق الرجاء البيضاوي اولا باش يحرز على هذه الكأس الثامنة اللي هي كأس كتحمل اسم رمز البلاد، رمز المملكة، سيدنا الله ينصرو، واللي ما خصهاش تخرج. والرجاء البيضاوي معروف عليها كتكبر في اللقاءات الكبرى وفي المحافل الكبرى سواء دولية أم عربية أم إفريقية، وهذا ما عهدناه عليه وهذا ما عهدونا عليه تاهما. والحمد لله عندنا الثقة في اللعابة ديالنا اللي من خيرة الشباب واللي هما مازال غادي يعطيو أكثر، وكنتمناو صادقين أنهم يحققوا هذا الإنجاز اللي المغاربة كلهم بدون استثناء على جميع مستوياتهم كلهم على أحر من الجمر للاحتفال بهذه الكأس السعيدة لكي تنسينا هذه الأوبئة وهذه الأمراض وهذه الضيقة الاقتصادية وما إلى ذلك. وأقول من هذا المنبر المتواضع أشكر أولا وقبل كل شيء الأستاذ توفيق لأنها دائما تواكب تحضر تتابع كل أحداث الصغيرة والكبيرة في المجال الرياضي، وعليه أرجو جادا من كل مكونات الرجاء البيضاوي لاعبين أن يثقوا في أنفسهم ولهم من الإمكانيات ما يكفي ومن الكفاءة ما يكفي ومن التقنيات ومن ما يكفي. الإطار القانون الإطار الإداري تاور خاصو يوفر كل الظروف اللي هي غدا تجعل من هذا اللاعب انه يبذل مجهود اكثر. كلنا معك يا رجاء، كلنا مع هذا الانجاز التاريخي ان شاء الله، وكونوا سفراء لبلدكم. فاتحاد جده راه السعوديه امتى وصلت الكره؟ رحنا قبل منهم في كل شيء والحمد لله، هذا الشيء راه مخفي ما يغلبناش وما خابش عندنا. نرجو ان نوفق جميعا وان نحتفل جميعا بهذه الكاس السعيده، وشكرا لاستاذ تيبي. السلام عليكم. المباراة ديال الفريق الرجاء الرياضي مع اتحاد جدة فهي مباراة غتكون صعبة نظرا لفريق الرجاء البيضاوي الله دخل الاستعدادات ديالها، وكنتمنى ان شاء الله من اللاعبين ولا المسيرين ولا الجمهور باش يساندوا فريق الرجاء باش نظفروا ان شاء الله بهذه الكوب الغالية اللي كتحمل الاسم ديال سيدنا الله ينصرو. والمقابلة ما غتكون سهلة نظرا لعدة اسباب. اولا الفريق يلاه دخل التدريب ديالو كما كنلاحظوا يعني ما عندوش لي كومبيتيسيون المتنافسيه، وكنتمنى من الله باش الجمهور يساند هذا الفريق ونوقفوا معاه حتى نتفروا بهذه الكاس الغاليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هجوم فريق الرجاء البيضاوي كتعرف الغياب ديال مالونغو فغياب صعيب، ولكن ان شاء الله غادي نداركوه. كاين رحيمي، كاين بن حليب، كاين حافظي، كاين لاعبين اللي هما ممتازين ان شاء الله اللي غادي ياخذوا ديك الثقه وغادي ان شاء الله يفرحوا المغاربه. ميساج ديال اللاعبين وهما ما غنقولش لهم كونوا رجال لان هما رجال اصلا، وفي هذه المواقف كيكونوا دائما هم كبار ودائما كيجيبوا لنا الكاس، وان شاء الله متفائل باش غادي يجيبوا لنا الكاس ديالنا ان شاء الله للدار البيضاء وللمغرب ونفرحوا المغاربه لداخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. المقابله كتحمل واحد الاسم غالي، اسم ديال صاحب الجلاله، واحسن هديه غادي يهديوها فريق الرجاء الرياضي غيهديوها لصاحب الجلاله والجمهور الرجاوي والجمهور المغربي عامه. والمقابله ما كتحكمش على المقابله ما كتشبه مقابله، وعلى حساب الريتم والبارون كيفاش غادي يدور والنفسيه ديال اللعابه كيفاش غادي تكون، وكنتمنى من الله تكون مقابله في المتناول واحراز فريق الرجاء الرياضي اللقب. والميساج اللاعبين هو لعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي، هذا هو الميساج. شكرا. دا كنتمناو من عند الله يكونوا الدراري رجال، رغم ان الانتدابات ما واضحاش وكاين خصاص عندنا في الهجوم ما عرفنا باش غادي يعوضوا بين مالانغو ورحيمي. كنسمعوا هضره على بني الشوكه ولكن داكشي ماشي رسمي. كنتمناو من عند الله نجيبوها. هاد اللقب راه عنده واحد الرمزيه ديال اولا في عيد ميلاد ديال صاحب الجلاله نصره الله، والاسم يعني ديال الكاس بالاسم ديالو هو، ولافونتاج اللي عندنا انه ملعوب في العاصمه وخصنا نربحوه يعني باي ثمن. الميساج يكونوا رجال الوليدات
وما يحشموناش يعني معتادل الرجاء يعني في هذه الاعراس الكبرى كتكون يعني في كيكونوا في نهار ويعني تمنوا لهم الانتصار ان شاء الله بالطريقه وبالاداء